تتابعون في هذا العدد من حصة دلال الخير، كل من حالة رضا الذي ولد بتشوه خلقي على مستوى القلب. خضع رضا إلى عملية جراحية باءت بالفشل. نتمنى الناس تعاوني باش نديرو عملية وليت مشى، خاش أنا ضريت قلبي ويستر عليه والله من جد. من ولاية عنابة ننقل لكم حالة الشاب فوزي الذي تعرض إلى حادث مرور أقعده الفراش وعجزه عن الحركة. أنا ما عنديش غير هو اللي كان يخدم، ما عندي حتى ما يخدم علينا. آخر حالة لهذا العدد فاطمة الزهراء من ولاية خنشلة التي ابتليت بمرض غريب شوه جسدها وحرمها من مقاعد الدراسة كباقي أقرانها. عائلتها اليوم تستغيث. كي سنيت جا الطبيب هذا دار زوج عمليات ما تمازال الشهر وانا مكتوب ثم قالوا لي واش تخدمتو ثم انا بنت تعالج في الخاش. قالوا لي بزاف عليك تضرب تطلع وتاخذ من الخاش. واش نقول لكم سي، كل هذه الحالات تتابعونها سهرة اليوم على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.